أهلا بحضراتكم مرة تانية وفقرة حوارية جديدة. بنتكلم عن سمة مميزة من شهر رمضان المبارك، بالتأكيد هي دراما رمضان. كل سنة في المواسم الرمضانية بنشوف الحقيقة سباق رمضاني ماراثون بيتنافس فيه الجميع من حيث الإنتاج والتأليف والتمثيل، من حيث تقديم أفضل المنتج الدرامي لإبهار المشاهدين وأمتعهم. السنة دي الحقيقة في مجموعة لا بأس بها من المسلسلات المتنوعة، كلها ما بين اجتماعية و سياسية وبوليسية وكوميدية، لكن طبعا بتنقص هذه المجموعة الدراما التاريخية والدينية تحديدا. وطبعا هناك إبهار من حيث الشكل، هناك اختلاف في الموضوعات وتناولها عن المواسم الرمضانية السابقة. خلونا نتكلم مع ضيفتنا الأستاذة غادة طلعت رئيسة القسم الفني بروزة اليوسف. صباح الخير يا غادة. صباح الخير أستاذ أحمد. يعني بعد مرور 16 أو 17 حلقة من مسلسلات رمضان، تقييمك لمسلسلات هذا العام، نظرة عامة للسباق الرمضاني السنة دي عامل إزاي؟ والله أنا شايفة أنه في حالة متنوعة في دراما رمضان السنة دي، يعني شايفة أن في مخرجين جداد، في كتاب جداد، في حالة من الروح الشبابية شوية بتغلب على الدراما رمضان السنة دي، بيغلب عليها كمان البطولات الجماعية. شايفة أن في نجوم كتير أخدوا دروس من أعمال سابقة ومن فرز واختيارات المشاهدين، أدت بيهم إلى أنهم يفكروا بشكل جديد ويلجأوا للبطولات الجماعية لأنها الأكثر مشاهدة بعد ما فشل كتير فيهم من جذب جمهور من الجلدة للجلدة. فشايفه انه في حاله متنوعه السنه دي بعكس اللي بيتقال، يعني شايفه انه السنه دي دراما بخير. يعني بالنسبه للموضوعات يمكن غالب عليها السنه دي دراما نفسيه اكتر، دراما بوليسيه في قضايا محاكمات، يعني الاجواء دي شايفه ليه غالبه السنه دي على الدراما، وهل هي فعلا استطاعت انها تجذب المشاهدين وتعبر عن الواقع المصري؟ والله انا شايفه ان دي غلطه وقع فيها عدد كبير من الصناع، يمكن انسقوا وراء انه في عمل قدمته نيلي كريم على مدار سنتين متتاليين كان في نسبه نكت شويه او دراما فيها شجن بعض الشيء. شايفه ان ده نجح كتير قوي مع الجمهور، فاتجه عدد منهم للقضايا جد او يعني ينتج منها بعض النكد، يعني زي ما بيتقال بلغتنا يعني. لكن شايفه انه يمكن ده توارد أفكار مش مقصود، وإن كان مش صحيح في النهاية، لأنه ده بيدل أنه ما فيش استقصاء بيحصل، ما فيش بحث حقيقي عن مضمون الموضوعات اللي هيتم تناولها، وده يعني دي أدوات مهمة المفروض الصناع يعتمدوا عليها. فشايفة أنه ده أثر بشكل بعض الشيء يعني انزعج منه الجمهور، وشايفة أنه الصناع الفترة الجاية والنجوم المفروض يدوروا أكتر على احتياجات الجمهور، اللي بيدور عليه الجمهور هو ده اللي المفروض يتعمل. طيب هل شايفة أن المنتجين السنة دي اعتمدوا على الإبهار في الشكل لجذب الجمهور لأعمالهم بصرف النظر عن المضمون، ولا تم الاعتماد في بعض الأعمال على يمكن البطل اللي هو يقدر يحقق نسبة مشاهدة أكتر؟ بالعكس انا شايفه انه السنه دي ما فيش ابهار، بالعكس انا شايفه انه الموضوعات بتميل للواقعيه بشكل كبير. في مسلسلات كتير جدا غلب عليها واقع واستفادت من الاحداث الجاريه، يعني مثلا مسلسل خانكه لغادة عبد الرازق انا شايفه انه كان اختيار جيد، اختارت قضيه التحرش الجنسي. التحرش الجنسي تم تناوله في افلام كتير، لكن دراما تلفزيونيه ما عملتش سبوت عليه بشكل كافي. شايفه ان غادة اختارت السنه دي اختيار موفق، عمل بالنسبه لها كان طوق نجاه، لانها الفترة الأخيرة كانت محتاجة عمل يعني to be or not to be من خلاله، وشايفة أنه الخانكة عمل مميز. في أعمال كتير بتميل للواقعية، المسلسل نيلي كريم مسلسل مميز برضو من الواقع، بيتناول واقع المرضى النفسيين ومستشفيات الأمراض النفسية، الظروف اللي بتؤدي للمرأة للانهيار النفسي أو الضغوط اللي بتؤدي بها لكده. يعني شايفة أنه أعمال فيها من الواقع اللي جذب المشاهدين، يعني بالرغم من إذا احنا اتكلمنا أنه في جرعة نكد زيادة، لكن الجمهور شايفها وبيشاهدها وبيتفرج عليها. لكن المطلوب يبقى فيه توازن، يبقى فيه أعمال جادة، فيه أعمال كوميدية، فيه أعمال تاريخية زي ما حضرتك ذكرت. لكن شايفة أنه الأعمال أغلبها كويسة السنة دي. طيب التناول في الموضوعات يمكن برضو شفنا فيه تناول جديد في تقديم الرؤية الدرامية أو الرؤية الإخراجية لبعض الموضوعات، زي مسلسل هي ودافنجي الحقيقة التناول مختلف، أفراح الأبة كمان في تناول ومزج في شكل جديد ما بين العرض المسرحي للأبطال وما بين حياتهم في الكواليس وحياتهم الطبيعية. هذا الاختلاف في التناول شايفاه لون جديد في الدراما
نجح في جذب المشاهد ولا لسه احنا بنخطو اولى خطواتنا في الدراما المصريه تجاه الاختلاف في تناول الموضوعات؟ انا شايفه انها محاولات جيده جدا. المخرج عبد العزيز حشاد عمل مسلسل قوي في هي ودافنشي، مسلسل حلو جدا، مسلسل اعاد ليلى علوي بشكل كويس. ليلى بقالها كتير بتواجه انتقادات كتير بسبب اختياراتها لادوار معينه، لكن المسلسل طلع حاله دراميه جميله جدا. هو يعني الفكر اللي فيه بعض الصوفيه، بعض الشيء بيتميز بيه عبد العزيز حشاد وكذلك خالد الصاوي. فشايفه ان المسلسل ده مسلسل جيد جدا، وفي فعلا في ابتكار، في رؤيه مختلفه، والنوس كمان مسلسل مختلف. انا شايفه ان القدير يحيى الفخراني اختار مسلسل مختلف، وكان في تحدي كبير قوي في اختياره السنه دي، لانه دايما بيختار اعمال معينه بتبينه المواطن البسيط، المواطن الطيب المثالي، لكن السنه دي فكره مختلفه فيها تحدي كبير. قدم دور الشيطان او الشرير في رمزيه، في رمزيه قدم دور الشيطان او الشرير بشكل هادف جدا، مش مجرد فانتازيا، لا. المسلسل كان مميز جدا والجمهور بيتابعه بشكل كبير، وده دليل على انه يعني الفنان محتاج يغامر مغامره مدروسه. وافراح القبه كمان عمل مميز ماخوذ من عمل من روايه طبعا نجيب محفوظ. مسلسل مميز كمان، محمد ياسين مخرج يعني واعي ومبتكر ومخرج مهم. فانا شايفه انه المنتجين هم اللي محتاجين ينظروا نظره اوسع لمخرجين مهمين او مخرجين عندهم رؤيه حقيقيه، مش مخرجين بيعتمدوا على الحبكه الدراميه او التجاريه اللي بتجيب مشاهدات او ايرادات في السينما. يعني هي الفانتازيا يمكن كمان شفناها ممزوجه بالكوميديا في بعض الاعمال، يعني شفنا بنات سوبرمان في فانتازيا، في بعض الأعمال الكوميدية كمان الأخرى إلى جانب هذا العمل، مأمون وشركاء وصد رد وزوجة مفروسة قوي. يعني هذه الجرعة الكوميدية شايفها كافية في مقابل جرعة الدراما النفسية أو زي ما أنت وصفتيها بالكئيبة شوية هذا العام؟ انا شايفه ان في اعمال كوميديه، شايفه زي ما حضرتك ذكرت بنات سوبرمان، انا شايفه انه مسلسل مميز وتجربه مختلفه من مخرج شاب، يعني اعتقد ده اول اعماله في الدراما التلفزيونيه، لكنه عمل مميز جدا، ما بيعتمدش على نجوم صف اول او نجوم ايرادات، اختار ثلاث شابات موهوبات فعلا، وعمل عمل درامي مميز كوميدي في شكل مختلف. واعتقد ان الاعمال فيها فانتازيا بتثير الضحك من سذاجتها بشكل كبير في الدراما المصريه، لكن المسلسل ده مسلسل مميز. وفي في مأمون شركاء مسلسل حلو جدا لعادل امام، شايفه انه السنه دي عمل مجهود كبير، هو بيغير طريقته، بيغير ادائه، شايفه انه عمل مجهود كبير. لبلبه عامله دور مهم جدا، شايفه انه مسلسل مكتوب بشكل مختلف. مأمون شركاء برافو السنه دي بصراحه. مع وجود الحقيقه النجوم الكبار، في كمان مجموعه من الوجوه الجديده، يعني شفنا نجوم مسرح مصر في صد رد، شفنا الاستعانه ايضا بوجوه جديده في عدد من المسلسلات. يمكن قريت ان انت كمان كان ليكي تجربه المشاركه في مسلسل المغني كاول دور ليكي، يعني شايفه الدفع بهذه هي الوجوه الجديدة هذا العام في صالح الدراما ولا بيشتت شوية المشاهد، يعني وبيبقى اختبار لهذه الوجوه أمام المشاهد؟ هو اختبار للوجوه الجديدة طبعا، لكن أنا شايفة أنه انفراجة مهمة جدا بتحتاجها الدراما وبيحتاجها الجمهور قبل ما بتحتاجها النجوم الشباب. يعني طبعا هم محتاجين فرص، لكن شايفة أنه الجمهور كمان زهق، كنا محتاجين ثورة في الفن بشكل كبير. عندنا نجوم كبار محترمين، ولكن يعني ينبغي أن يقوموا بتقديم أدوار معينة، يعني دور الشباب، دور الجامعة، دور مرحلة المراهقة دي المفروض يكون في، يتركوا الساحة بقى للأصغر سنا، للأصغر سنا، ومش يتركوها، يعملوا كمان اعمال، بس اعمال مناسبه تتناسب مع القيمه ومع المرحله العمريه اللي بيمروا بيها. شايفه انه الاعمال اللي بيتميز بيها الشباب او اللي بيغلب عليها طابع الشباب دي بتكون اعمال فيها اصرار اكبر، فيها محاولات اكتر، فيها مجهود اكبر، لانه بيبقى في البدايه بيبقى الفنان عايز يثبت نفسه، عايز يقدم، متشوق للتجربه. فانا شايفه ان ده في صالح الجمهور، وشايفه انه الجمهور بيقبل على مسلسلات الشباب. محمد رمضان الاسطوره مسلسل متشاف جدا، صد رد مسلسل متشاف، بنات سوبرمان للشباب برضو متشاف، في اكتر مسلسل متشاف بشكل كويس ومش بيعتمد على نجوم السوبر ستار. وفي بعض الابطال الشباب الحقيقه اثبتوا نفسهم خلال السنوات القليله الماضيه، يعني يوسف الشريف، امير كراره، عمرو يوسف، يعني بقوا دلوقتي يشيلوا مسلسلات الحقيقه وبقى ليهم جمهورهم اللي بيتابعهم. انا شايفه انه في نضج السنه دي في الدراما التلفزيونيه، وشايفه ان احنا مقبلين ان شاء الله المرحله الجايه هتكون اكثر نضجا، فانا متفائله جدا. طيب ضخ الانتاج او الدماء
الجديدة أيضا، مش بس في الوجوه الجديدة أمام الشاشة لكن وراء الشاشة، هناك الحقيقة جيل من المخرجين الشباب اللي موجودين دلوقتي في سباق رمضان. عندنا الأستاذ أحمد خالد موسى مسلسل الميزان، أستاذ أحمد خالد أمين في مسلسل الطبال، طارق رفعت سبع أرواح، شادي الفخراني، أحمد نادر جلال، رامي إمام. يعني هذا الجيل من المخرجين الحقيقة تقييمك لأعمالهم عام بعد الآخر، يعني تلقي نظرة على هذا التقييم. أنا شايفة أنها تجارب مميزة جدا، والتجارب اللي بيقدمها مخرجين شباب السنة دي هي الأنجح بشكل واضح جدا. يعني زي ما قلنا، الخنكة محمد جمعة مخرج الدراما التلفزيونية لأول مرة، أحمد خالد موسى في الميزان دي أول تجربة دراما تلفزيونية ومسلسل مميز، هي تانية تجربة بعد البداية السنة اللي فاتت. بعد البداية صحيح، السينما هي أول تجربة ليه، هيدخل سينما أول تجربة. فشايفة أنه مسلسل كمان مميز الميزان، شايفة أنها تجارب مهمة. زي ما قلت، المخرج في البداية بيكون عايز يثبت نفسه، بيكون عنده أفكار جديدة، والجمهور في النهاية هو الفيصل، هو اللي هيخليهم يستمروا ويقدموا أعمال بشكل أكبر. شايفة أنه الدراما التقليدية أو الطريقة التقليدية في الإخراج ما بقاش ليها مكان، والجمهور هو اللي بيحدد. يعني إحنا قلنا ده كتير، لكن الجمهور في النهاية هو اللي بيحدد مين الأعلى. محمد سامي عامل الأسطورة، ومحمد سامي برضو من المخرجين الشباب، مسلسل مميز جدا وعامل أعلى مشاهدة في رمضان. تمام، احنا بنشكرك جدا يا غادة على رؤيتك التحليلية لدراما رمضان السنة دي، وبنتمنى بالفعل انه الاعمال الدرامية تستمر فعلا في جذب المشاهدين خلال نصف ثاني من رمضان، ويكون في مفاجآت يعني في الموضوعات وفي نهايات هذه الاعمال. وصلنا نهاية هذه الفقرة ونهاية حلقتنا النهاردة، بشكركم على حسن المتابعة، وان شاء الله بكرة فريق عمل جديد وموضوعات مختلفة في هذا الصباح. الى اللقاء.